السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم من جديد. من بعد ما شفنا لا كوريكسيون ديال دي ليميت يعني 10 النهايات، دابا نشوفوا ان شاء الله لا كوريكسيون ديال 10 واحد اخرين باش ما كنطولش عليكم الفيديو بزاف، وكل شيء غادي توضع عليكم يعني لي كوريكسيون ديال هاد دي ليميت كاملين، حتى حاجه ما نخليوها. بالنسبه للتلاميذ اللي باقي ما شافوش لا كوريكسيون ديال 10 الاولى تلقاوهم في لا ديسكريبسيون لتحت ولا يطلعوا لكم الفوق، متفقين؟ يلا ونبداو مع La limite numéro 11, خليكم معايا. La limite quand x tend vers moins l'infini, moins 3x carré, plus 6x à la puissance 3, moins 2x à la puissance 5, plus 6. Donc, كيف كتلاحظوا معايا, هاد la limite, ou bien هاد la fonction اللي عندي هنايا, c'est une fonction polynôme. دال la حدودية, ملي كتكون عندي une fonction polynôme, كناخد l'homonôme de plus haut degré. يعني, كناخد الحد اللي عنده أكبر درجة. شكون هو الحد اللي عنده أكبر درجة, c'est, شوف هنا, 2, 3, 5, c'est moins 2 à la puissance 5. L'homonôme de plus haut degré, yani, je vais dire la limite quand x tend vers moins l'infini, moins 2 x à la puissance 5. La puissance est impair, la réponse c'est moins l'infini. Mais si la puissance est paire, yani, هاد الأس لا كان زوجي كنكتب بلوس لانفيني. وانا كتلاحظوا معايا بأن la puissance c'est impair, yani, moins l'infini. Mais مع هاد لو موان هادي غادي تردا سي بلوس لانفيني. واش متفقين؟ Moins l'infini à la puissance 5, c'est moins l'infini. Moins l'infini fois moins 2, c'est plus l'infini. On va dire la réponse, elle est comme ça. On va voir la limite numéro 12. La limite quand la valeur absolue de x tend vers plus l'infini, 2x moins 4x à la puissance 5, plus 2. On a l'échelle qui va être en fait la valeur absolue. On va voir la valeur absolue. Mais quand je trouve la valeur absolue, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini est... La limite quand x tend vers plus l'infini. Ou cette blême est que je vous demande la limite quand x tend vers moins l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini. Je trouve que c'est la limite quand la valeur absolue de x tend vers plus l'infini. Il faut chauffer. Arf, bien en enchaînement, le plus l'infini ou cadalica, le moins l'infini. Yalla, chauffe maïa. La limite quand x tend vers plus l'infini. 2x moins 4x à la puissance 5 plus 2. C'est une fonction polynôme. Regardez, nous avons le monôme de plus haut degré, c'est moins 4x à la puissance 5. Nous avons vu que nous avons plus l'infini. On dit la puissance paire ou la impermanente, c'est plus l'infini fois moins 4, c'est moins l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini, 2x moins 4x à la puissance 5 plus 2. هنا كذلك ناخذ لو مونوم دو بلو او دوغري سي موان 4x à la puissance 5 et puisque la puissance est impair c'est-à-dire la limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance 5 c'est moins l'infini fois moins 4 plus l'infini واضحة ونمرو لا ليميت سويفونت نمرو لا ليميت نيميرو 13 لا ليميت كون اكس تون فيغ بلوس لانفيني 4x على بويسونس 3 موان 7x كاري بلوس 2x موان 4x على بويسونس 4 سور 3x كاري بلوس x على بويسونس 4 موان 7x على بويسونس 3 هاد لا فونكسيون هادي سيت اون فونكسيون راسيونيل بولينوم سور بولينوم كتعطينا اون فونكسيون راسيونيل يعني دالة جذرية كتكون دالة حدودية على دالة حدودية كتعطينا دالة جذرية كيفاش نتعامل معاها هنا كذلك كناخد لومونوم دو بلو او دوغري سور لومونوم دو بلو او دوغري وشكون اللي كتلاحظوا الحد اللي عنده اكبر اس في البسط شوف معايا 3 2 1 4 يعني موان 4 موان 4 اكس على بويسونس 4 وهنا كذلك اللي هو اكس على بويسونس 4 ملي كتاخد لومونوم دو بلو او دوغري سور لومونوم دو بلو او دوغري من بعد داكشي كدير لا سامبليفيكاسيون الاختزال انا كنلاحظ بان اكس على بويسونس 4 كاينه الفوق وكاينه لتحت شنو غتبقى ليا اللي هي موان 4 وهادي هي لا ريبونس ديالنا واضح نمرو لا ليميت سويفونت ونمرو لا ليميت نيميرو 14 لا ليميت كون اكس تون فيغ موان لانفيني 2 اكس على بويسونس 3 بلوس 3 اكس على بويسونس 5 بلوس 2 اكس سور 4 اكس كاري بلوس 3 اكس موان 1 اول حاجه كنلاحظوا بلي لا ليميت عندنا او موان لانفيني ملي كتكون او موان لانفيني ولا بلوس لانفيني وعندي اون فونكسيون راسيونيل داله جذريه كتاخد لو مونوم دو بلي او دوغري كيف كتلاحظوا معايا اللي هو 3 اكس على بويسونس 5 سور لو مونوم دو بلي او دوغري اللي هو 4 اكس كاري
مزيان. من بعد هادشي شنو قلنا كنديرو؟ لا سامبليفيكاسيون. سامبليفيكاسيون كنلاحظ بلي عندي اكس على بويسون 5 ولتحت عندي اكس كاري، يعني هتبقى ليا شحال؟ هتبقى اكس على بويسون 3، متفقين؟ لان اكس على بويسون 5 اكس فوا اكس فوا اكس فوا اكس، وهادي اللي هي اكس فوا اكس، هتبقى اكس على بويسون 3. ولا بالامكان نطلع هادي الفوق، شنو هتولي؟ هي اكس على بويسون موان 2، وندير لا سوم دي بويسون. واضحه لا ريبونس اللي هي شحال؟ عندنا ليميت او موان لانفيني اكس على بويسون 3 سي موان لانفيني، موان لانفيني فوا 3 سور 4 سي موان لانفيني، وحنا جاوبنا عليه. ونمروا لا 15ème ليميت، لا ليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني 1 بلوس اكس كاري سور موان 2 اكس على بويسون 5 بلوس 3 اكس على بويسون 3 موان 2 اكس. نفس الطريقه قلنا سيت اون فونكسيون راسيونيل اون لانفيني، يعني في الملانهايه شنو كناخذ؟ لو مونوم دو بلي او دوغري سور لو مونوم دو بلي او دوغري. هنا كذلك كتشوف الا درت لا سامبليفيكاسيون من بعد ما كناخذ الحد اللي عنده اكبر درجه، شحال تبقى ليا؟ هذه راه فوا 1، غتبقى 1 سور موان 2 فوا اكس على بويسونس 3، متفقين؟ لان هذه اكس فوا اكس وهذه اكس 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 5 فوا، لا تبقى ليا اكس على بويسونس 3 لا تعطينا ليا شحال. كيف كتشوفوا معايا عندي لا ليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني 1 سور اكس على بويسونس 3 ديجا شفناها في لوكور اللي هي 0، دونك لا ليميت سي 0. انا غادي نوضحها لكم اكثر، لا ليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني هذه لا تعطينا موان زان دومي، غادي نخليها على برا، وهنايا 1 سور اكس على بويسونس 3 هذه راه حنا شفناها في لوكور، هذه كامله شحال كتعطينا؟ لي 0 0 فوا موان زان دومي سي 0. ونمروا لا ليميت نيميرو 16، لا ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني غاسين 9 اكس كاري بلوس 2 اكس موان 1 موان 4 اكس بلوس 6. يعني لاحظ معايا اول حاجه اللي غادي نديرها، انا كيف كتشوف معايا ما عندكش اون فونكسيون بولينوم، ما عندناش اون فونكسيون بولينوم. غادي نفكر ندير اول حاجه لو رومبلاسمون، يعني غير بعينيه غادي نشوف شنو غتعطينا. هنا اللي عندي وصل لغاسين سيت اون فونكسيون بولينوم بالامكان نتعامل معاها بنفس الطريقه اللي كنا كنشوفهم قبل، او موان لانفيني 9 اكس كاري بلوس 2 اكس موان 1 او موان لانفيني شحال تعطينا؟ غادي ناخذ لو مونوم دو بلي او دوغري اللي هو 9 اكس كاري او موان لانفيني سي بلوس لانفيني، يعني هادشي اللي عندي وصل لغاسين سي بلوس لانفيني. ملي كيكون لا ليميت ديال هادشي اللي وصل لغاسين اللي هو بلوس لانفيني، ملي كندخل لغاسين كتبقى ليا بلوس لانفيني، يعني هادي كامله هي بلوس لانفيني، واش متفقين؟ هنا شنو غتبقى ليا؟ موان 4 هنايا فوا موان لانفيني، يعني لا ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني دو موان 4 اكس ليا بلوس لانفيني، حيت لا غومبلاسيتي الاكس بالموان لانفيني فوا موان 4 سي بلوس لانفيني، بلوس لانفيني بلوس لانفيني بلوس 6 لا ريبونس سي بلوس لانفيني. دابا كيفاش غادي نكتب هادشي كاملو؟ يعني خصنا لا ريداكسيون. لاحظ معايا، عرفت لا ريبونس اللي هي بلوس لانفيني. كنتو كتلاحظوا ملي كانت اون فونكسيون بولينوم، يعني بلا ما كنقول نغومبلاسي، يعني مباشره كتجيني بسيطه، شنو كندير؟ لو مونوم دو بليو دوغري. مي هنا عندي لاغاسين ميمكن ليش نطبق فيها داك القاعده ديال لو مونوم دو بليو دوغري، مي اللي وصل لاغاسين بالامكان نطبقو عليها. نقول كار ياك، يعني كل حاجه نشرحها بوحديتها، لا ليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني او بيان موان لانفيني 9 اكس كاري بلوس 2 اكس موان 1 سي لا ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني لو مونوم دو بليو دوغري سي 9 اكس كاري سي بلوس لانفيني. يعني اون فوا لقيت هادشي اللي وصل لغاسين سي بلوس لانفيني، يعني ملي ندخل لغاسين على 9 اكس كاري بلوس 2 اكس موان 1 هنا كذلك تعطينا اللي هي بلوس لانفيني. يعني انا تهنيت من هادي، انا شرحتها. شنو بقى ليا دابا؟ لا ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني موان 4 اكس بلوس 6 اللي هي بلوس لانفيني، واش متفقين؟ وحنا جاوبنا على هاد لا ليميت، مي خصني ندير لا جوستيفيكاسيون اللي هي هادي بالضروره ما نكتبها، يعني اللي كتبتي غير هادي الاستاذ غادي يحسبها لك خطأ. ونمرو لا ليميت نيميرو 17، لا ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني غاسين 4 اكس كاري موان 8 اكس بلوس 3
plus 3x moins 3. أول حاجة غادي ندير لو رومبلاسمون ديريكت باغ موان لانفيني. علاش؟ لأن قلنا كاينة لا راسين وما عندناش عفوا ما عندناش اون فونكسيون بولينوم. متفقين؟ يعني هادشي اللي عندنا وسط لا راسين سيت اون فونكسيون بولينوم. غناخد لو مونوم دو بلي او دوغري سي 4x كاري غادي نابليكي عليه ولا غادي نغومبلاسي باغ موان لانفيني تعطينا بلوس لانفيني. ملي كندخل لا راسين غتبقى هادي كاملة سي بلوس لانفيني. Mais on a besoin de remplacer le cas 3 fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Forme indéterminée. Yani, atchi li dertou, rah, makhdamch. Le remplacement direct, makhdamch. Mli ka lqa plus l'infini, moins l'infini, kaynin deux options. Yani, jouj diyal torouq, ya imma nkhdem bla factorisation, ou la nkhdem bla conjugue. Yani, kanchouf la racine. Daba, ay triq daba selektha, gadi tdiya liya wahed 5 دقائق. خصني نعرف واش نخدم بهذه ولا نخدم بهذه ديريكتومون بلا ما نضيع داك 5 مينوت ديالي لان الفرد راكم عارفين 5 دقائق زايده فيه. يعني اول حاجه كتشوف بان هنايا لو مونوم دو بلو دوغري سي 4x كاري. 4x كاري ملي جات تخرج موس لا غاسين غادي تخرج ب 2x ياك؟ لا ما تخرجش ب 2x، تخرج بلا فالور ابسولي دو 2x. هادي ديرها في بالك. يعني ملي كيكون عندي انا شي نومبر مثلا بار اكزومبل عندي انا اكس كاري، لا غاسين دو اكس كاري سي لا فالور ابسولي دو اكس، مي لا غاسين دو اكس كاري هادي متفق معاك اللي هي اكس. هادي ديما كنشرحها وكنعاودها لكم باش متفقين. يعني هنا كيف كتلاحظوا معايا عندي غاسين دو 2 اكس كاري هكا، يعني تقريبا هادي مكتوبه بحال هكا. ملي غادي تجي تخرج غتخرج بلا فالور ابسولي دو 2 اكس. La valeur absolue de 2x. هنا خصني نلاحظ واش الاكس طون فيغ موان لانفيني ولا بلوس لانفيني. لا كانت الاكس طون فيغ موان لانفيني لا فالور ابسولي دو 2x تكون هي موان 2x، مي لا كانت انا بلوس لانفيني لا فالور ابسولي دو 2x اللي هي 2x. دابا عرفت بانها كتخرج موان 2x. هنا كتشوف عندك موان 2x بلوس 3x اللي هي x. يعني اون فوا ما لقيتش زيرو، يعني ملي درت موان 2x بلوس 3x ما لقيتش في لاسون بيناتهم اللي هو زيرو، غادي ندير لا فاكتوريزاسيون وغادي نلقى النتيجة. مي الا كانت هنايا بلوس 2x، الا كانت عطيتكم هاد لا ليميت بلوس 2x موان 3، هنا كانت تخرج ليا موان 2x بلوس 2x اللي هي زيرو. غادي نفكر في لو كونجوغي. نتمنى تكونوا فهمتوها. يعني قلت لكم ان فوا دير لا سوم ديال هذه اللي خرجتيها مع هاد الاكس اللي كتكون عندك هنايا واش 3 اكس ولا ا اكس على حسب داك لو نومبر. يعني ان فوا كتخرج زيرو كتفكر فاش في لو كونجوغ، ولا خرجت شي حاجه ديفيرون دو زيرو كنفكر في لا فاكتوريزاسيون راه تخرجني. واش واضح؟ يلا ونبداو. شوف معايا شنو غادي ندير. لا ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني، يعني اول حاجه باش نخرج داك 4 اكس كاري خصني نفاكتوريزي بها، ميمكنليش نخرجها غير هكاك مباشره. نبلي نفاكتوريزي بها. قلت لكم شنو غادي ندير، غتبقى في هذه اللي هي ان. هنا كتلاحظوا بان موان 8x ما فيهاش 4x كاري، يعني ان فوا ما فيهاش هاد 4x كاري بامكاني نديفيزي عليها. عندي ا بلس بي بغيت نفاكتوريزي بالا، غادي تقول لي البي ما فيهاش الا، شنو غادي دير؟ عندنا ا تكتب هنا ان ودير بي سور ا اللي تعطينا اللي هي ا فوا ان سي ا بلس بي سور ا فوا ا اللي هي بي. يعني هنايا واخا ما كايناش ا بامكاني نكتب ا سور ا. واش متفقين؟ يعني بامكاني نفاكتوريزي بوحده لان كاين هنا وكاين هنا، وغادي نكتب هنا الان وتبقى بي سور ا. يعني الا ما كانش عندك داك لو نومبر باش تفاكتوريزي به، شنو كدير؟ كتقسم عليه وندير بلس 3 سور 4 اكس كاري بلس 3 اكس موان 3. La limite quand x tend vers moins l'infini. هنا كيف كتشوفوا معايا غاسين دو ا فوا بي بامكاني نكتبها اللي هي غاسين دو ا فوا غاسين دو بي، ولا نقول غادي نخرج هذه من هنا شنو تولي لنا. يعني الكات منها تخرج، ولا بامكاني نكتبها الكات اللي هي دو كاري، ولا ندير اونتر بارونتيز كامله 2x كاري 4x كاري اللي هي 2x لو تو او كاري. واش متفقين؟ هادشي اللي كتبت باش بالامكان ديالي نخرجها، مي تخرج بلا فالور ابسولي. هادشي شرحت لكم من قبل، ما تخرجهاش مباشره اللي هي 2x، ولا كنتي عارف بامكانك تخرج مباشره هي موان 2x. يعني عرفت باننا
ولا عرفت باني نخدم في موال لانفيني يعني مباشرة نكتب موان دو زيكس بلا ما دير لا فالور ابسولي وزيد وزيد. عندك في موال لانفيني تكتب موان دو زيكس، عندك في بلوس لانفيني تكتب بلوس دو زيكس، شنو يبقى لداخل ان موان. هنا ندير لا سامبليفيكاسيون، كتشوف لي اكس هنايا في لو دينيميناتور عندي اكس كاري، شنو تبقى لي هي دو سور اكس، لان 8 سور 4 لي هي دو بلوس 3 سور 4 اكس كاري، واضح؟ بلوس 3 زيكس موان 3. هنايا قلت لكم بان لا فالور ابسولي دو 2 اكس لورسكو اكس طون فيغ موان لانفيني سي موان 2 اكس، هكذا 1 موان 2 سور اكس بلوس 3 سور اكس كاري بلوس 3 زيكس موان 3. هنا كنشوفو بالامكان نفاكتوريزيو باش بالاكس، نفاكتوريزي بالاكس شنو تبقى ليا اللي هي موان 2 غاسين دو 1 موان 2 سور اكس بلوس 3 سور اكس كاري. نحطو شوية بحال هكا، نبطو بحال هكا اللي تبقى ليا هنا بلوس 3 موان 3 سور اكس، واضح؟ شوفوا الفاكتوريزاسيون، قلنا هنا الفاكتوريز بالاكس تبقى موان هادشي اللي كاين لداخل، هنايا الفاكتوريز بالاكس تبقى 3 بما ان ما فيهاش الاكس ندير سور اكس. دابا شنو بقى ليا غير الحساب، لاحظ معايا 2 سور اكس او موان لانفيني سي زيرو، اش نكتبو لكم هنايا بروفيزوار. 3 سور اكس كاري او موان لانفيني سي زيرو، غتبقى ليا غاسين دو 1، غاسين دو 1 فوا موان 2 سي موان 2، يعني هادشي كامل هذا كله اللي هو موان 2، موان 2 بلس 3 اللي هي 1 موان 3 سور اكس او موان لانفيني سي زيرو، واش متفقين؟ يعني غتبقى ليا اللي هي 1 اي لا ليميت كون اكس تونفيغ موان لانفيني دو اكس سي موان لانفيني، موان لانفيني فوا 1 سي موان لانفيني. كتبنا موان لانفيني ولكن خصني ندير لا جوستيفيكاسيون، هادشي كامل اللي كنت نكتبو هنا بروفيزوار غادي نجي نكتبو هنا اون ديتاي. كاغ لاحظ la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 sur x égale la limite quand x tend vers moins l'infini de 3 sur x carré lié la limite quand x tend vers moins l'infini de 3 sur x يعني دو كامل اللي كيعطيونا 0 غادي نحاول نكتبهم كاملين ونكتب ايغال 0 يعني بلا ما ندير كل وحده بوحديتها لان عارفين كاملين او موان لانفيني سي 0. شنو تبقى ليا غير هذه بوحديتها اللي ندير لا ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفين دو اكس سي موان لانفين، متفقين؟ وحنا لقينا لا ريبونس ديالنا ودرنا لا جوستيفيكاسيون. يلا نمرو لا ليميت نيميرو 18، لا ليميت كون اكس طون فيغ موان لانفيني غاسين 4 اكس كاري موان 8 اكس بلوس 3 بلوس 2 اكس موان 3. هادي كيف قلت لكم يعني تقريبا مشابهة للاخرى، كانت الاخرى فيها بلوس 3 اكس مي هادي فيها بلوس 2 اكس. بنفس الطريقة هادي ملي نخرجها تخرج موان 2 اكس، عرفتوا علاش؟ لان عندي او موان لانفيني قلنا كتخرج بلا فالور ابسولي دو 2 اكس، مي لوسكو اكس طون فيغ موان لانفيني لا فالور ابسولي دو 2 اكس تكون هي موان 2 اكس، واضحه هادي؟ موان 2 اكس بلوس 2 اكس سي زيرو، يعني لا فاكتوريزاسيون ما خداماش مي خدام لو كونجوغي، واضح؟ خصني ندير لو كونجوغي لهادي، خصني ندير لو كونجوغي لهادي، يعني عندي ا بلوس بي خصني نفكر في لو كونجوغي ديالها هو ا موان بي. يلا شوف معايا هاي او موان لانفيني، هنا بالامكان نكتب مباشره شنو هو لو كونجوغي بلا ما نبقى كل ساعه ندير ا موان بي فاكتور دو ا بلس بي، لا تعطينا 4 اكس كاري موان 8 اكس بلس 3 موان 2 اكس كاري، وندير هاد موان 3 نخليها هنا على 9. هادي واش واضحه؟ لاحظ معايا بالنسبه للتلاميذ اللي ما واضحش ليهم شنو غتكتب نتايا، غادي دير هادي كامله غادي نعتبرها هي ال ا وهادي هي البي، عندي A plus B شنو تجي نتا تكتب؟ غادي دير لو كونجوغي اللي هو A موان B، ملي دير لو كونجوغي اللي هو A موان B كنعرفو هادي كاملة اللي هي A كاري موان B كاري، شكون هي الأ؟ الأ هي هادي كاملة بلا ندخل عليها الكاري غادي تولي هي هادي، بي كيف كتلاحظو ليا 2 إكس ملي ندخل عليها الكاري تولي 2 إكس كاري، وأنا تنيت هاد موان 3 ونخليها على 9 هنا ما ضراني بوالو. انا كيف كتشوفوا معايا ملي درت لو كونجوغي في لو نيميراتور سي نكتبو كذلك في لو دينيميناتور اللي يكون 4 اكس كاري
moins 8x plus 3 moins 2x. Voilà. Et là, je vais vous dire la limite quand x tend vers moins l'infini. 4x carré moins 8x plus 3 moins 4x carré. Voilà. Moins 4x carré. 2x carré, il y a 4x carré, mais le moins, il y a moins 4x carré. انا شنو نحاول ندير غادي نفاكتوريزي لداخل وصل غاسين بال 4x كاري ها هي ال 4x كاري لا فاكتوريزيت بها شنو غادي يبقى عندي اللي هي 1 موان 8x سور 4x كاري بلس 3 سور 4x كاري هادي لا فاكتوريزاسيون ديالنا ندير موان 2x هكذا موان 3 لا ليميت كون x تون فيغ موان لانفيني لا سامبليفيكاسيون شنو تبقى اللي هي موان 8x بلس 3 هنا لاحظ معايا ملي تخرج هاد 4x كاري بما ان x تون فيغ موان لانفيني تولي اللي هي موان 2x وما لقاش داك المشكل انا عندي هنا موان 2x وهنا موان 2x في الاول كانت موان 2x وهنا بلس 2x متفقين هادشي كامل باش نفاكتوريزي بالx باش بالامكان سامبليفي الفوق والتحت باش تكونوا حتى نتوما عارفين فين غادي هنا 1 موان 2 سور x بلس 3 سور 4x كاري ال 8 سور 4 راه هي 2 2 راني كتبتها الفوق والx سور x كاري اللي هي الx لا تبقى لينا لتحت هكذا موان 2x موان 3 دابا بالامكان نفاكتوريزي بالx الفوق لا تبقى اللي هي موان 8 بلس 3 سور x هكذا الفاكتوريزاسيون مزيان لو دينيميناتور لا فاكتوريزاسيون ديالو اللي تكون بهذا الشكل غادي نفاكتوريزي بال 2x ولا بالx باش ما بغيت غادي نفاكتوريزي باغ اكزومبل ب موان 2x انا الفاكتوريزيت موان 2x شنو تبقى راسين 1 moins 2 sur x plus 3 sur x carré hakada plus 1 هذه la factorisation هذه fois 1 la factorisation moins 2x ça sera 1 moins 3 بامكاني simplifier بالx وغادي نغومبلاسي بكل سهوله وغادي نلقى الجواب لاحظ معايا عندنا la limite au moins l'infini de 3 sur x c'est 0 مزيان هذه كذلك 0 هذه 0 شنو هتبقى تبقى لا غاسين دو 1 بلس 1 سي 2 هذه كامله اللي هي 2 مع هاد الموان اللي هي موان 2 الفوق شنو تبقى قلنا موان 8 متفقين موان 8 سور موان 2 سي 4 4 موان 3 سي 1 لا ريبونس سي 1 ونجي نقول علاش لا ليميت كون اكس تون فيغ موان لانفيني de 2 sur x égale la limite quand x tend vers moins l'infini 3 sur x carré égale la limite quand x tend vers moins l'infini 3 sur x égale à 0 يعني une fois que vous avez dit بلا ما نكتب الاخرين راه واضحه هكا la justification تكون عندي مزيانه la limite numéro 19 la limite quand x tend vers plus l'infini racine 2x plus 1 sur racine de x plus 1 هنا كيف كتلاحظوا معايا الا درت لو غومبلاسمون ديريكت غادي نلقى لانفيني سور لانفيني فورم انديتيرميني يعني بالامكان نكتب لا غاسين عليهم كاملين يعني غاسين دو ا سور غاسين دو بي هي غاسين دو ا سور بي واضحه اللي هي 2x بلس 1 سور x بلس 1 هنا اللي عندي في الوسط كنشوف اللي وسط لا غاسين سيت اون فونكسيون راسيونيل بالامكان نكتب ليميت quand x tend vers plus l'infini de 2x plus 1 sur x plus 1 égale la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x sur x. On a kif katlahdou chnou khdit l'homonome de plus haut degré sur l'homonome de plus haut degré. Alach l'anen khdin fait l'infini. La tatana li ya 2. Ou puisque h li ouest la racine atana 2, yanim li yitkhol li la racine chnou ykoun. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini racine de 2x plus 1 sur x plus 1 c'est racine de 2.
Et là, بالنسبة à la limite numéro 20, la limite quand x tend vers moins l'infini, racine x à la puissance 3 plus 1 sur x moins 1. هنا كذلك هاد ليميت هادي جد بسيطه اخدموها بنفس الطريقه من قبل. هنا كيف كتشوفوا معايا لانفيني سور لانفيني تعطينا يعني فورم ان ديتيرميني. غادي نفكر ناخذ هادشي اللي وسط لا غاسين ولا بالامكان نخدمو حنا بطريقه واحده اخرى. كاع شنو غادي ندير؟ ندير لا فاكتوريزاسيون هادشي اللي وسط لا غاسين. لاحظ معايا شنو غادي ندير؟ غادي نخدم بان نوتر ميثود، ما نخدمش في داك الاولى باش يكون عندكم لا شوا. تنتم اللي تكون نهار ديال الكونترول تكون عارف بزاف ديال الطرق. غادي ناخد لا فاكتوريزاسيون بار اكس على بويسونس 3، غتبقى 1 بلس 1 سور اكس على بويسونس 3 سور اون فاكتوريزي بالاكس لتحت. شنو غتبقى ليا؟ هي اكس فاكتور دو 1 موانز 1 سور اكس. بامكاني نسامبليفي بالاكس لان الاكس كاينه الفوق وكاينه كذلك لتحت. غتبقى ليا اكس كاري ياك، والداخل 1 بلس 1 سور اكس على بويسونس 3 سور 1 موان 1 سور اكس. واضح؟ دابا بكل بساطة كيف كتشوفوا معايا هادي تعطينا 0، هادي سي 0، تبقى 1 سور 1 اللي هي 1. اي لا ليميت كون اكس تون فيغ موان لانفيني دو اكس كاري سي بلس لانفيني، بلس لانفيني فوا 1 سي بلس لانفيني. يعني لا ريبونس بويسك هادشي وصل لا غاسين سي بلس لانفيني، يعني لا غاسين دو بلس لانفيني سي بلس لانفيني. وندير لا جوستيفيكاسيون اللي هي لا ليميت كون اكس تون فيغ موان لانفيني 1 سور اكس على بويسونس 3 ايغال لا ليميت كون اكس تون فيغ موان لانفيني 1 سور اكس ايغال ا 0. اي la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré c plus l'infini. Regarde la justification à la café. Regardez, nous avons fait le cas de la limite. Nous avons fait 20 limites. Nous avons fait la correction. Nous avons fait 10 limites. Nous avons fait le vidéo. Nous avons fait le vidéo. Nous avons fait le vidéo. Nous avons fait le لكن شي سؤال ولا اقتراح خليه ليا في الكومنتير لتحت. حتى نتلاقاو في الفيديو القادم. تهلاو فراسكم، مع السلامه.